نتواصل مشاهدي متابعينا الكرام في شوطنا العاشر، شوط الختام لأشواط صباح هذا اليوم الذي تابعناها. تهانينا والناموس لكل الفائزين. الشوط العاشر الخاص بالأبكار الحقائق أعلنت انطلاقته في هذه من اللجنة المنظمة في هذا الميدان. دائما نقول شكرا لنادي دبي لسباقات الهجن على المتابعة وعلى الإشراف في هذه الميادين، ولجنتنا المنظمة في ميدان سيف العرب برياسة خليفة أبو سحر الشامسي، شكرا لهم على التنظيم وعلى الجهود الجميلة والرائعة في هذا الميدان. نسير مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. مزنة تأتي بالمركز الأول، عبيد بن محمد بن مرخان الكتبي على مقدمة الشوط، تليها في المركز الثاني هواية تأتي في المركز الثاني، تعود ملكية الغانم بن حميد النعيمي اللي في المركز الثاني، بينما المركز الثالث تكريم تأتي في المركز الثالث لسعيد بن مصلح الأحبابي على ثالث المراكز، الشاهينية في المركز الرابع، سالمين بن سالم الشامسي والمركز الخامس، وصلت في هذه اللحظة براقة أحمد بن عبد الله بن ضاحي العميمي. هذه النتيجة وهذه الأداء في الخمس المراكز في شوط الختام وفي تحدياته. يا السلام، نعود إلى المركز الأول، تأتي مزنة على مقدمة الشوط، تنطلق مزنة على المركز الأول وهي منصوب مهاجمة، منصوب اليمين واليسار، تأتي هناك تنطلق في هذه اللحظة هواية غانم بن حميد النعيمي على المركز الأول على الانطلاق الأول. يا السلام، بينما المركز الثاني تأتي في مزنة لعبيد بن محمد بن مرخان الكتبي على المركز الثاني، المركز الثالث من الجانب الاخر من جانب اليمين تقدمت هناك هملوله يمع بن حميد بن عمهي المنصوري، بينما وصلت الشاهينيه سالمين بن سالم الشامسي، وصل كذلك غانم بن حميد بشعار اخر مع مساري هذا الشوط ومع تحدياته في هذا الانطلاق وفي هذا الأداء الرائع والجميل على أرضية ميدان سيف العرب في انطلاقات الأصايل والأصالة. نعود إلى مقدمة الشوط، هواية تتقدم المشاركات، غانم بن حميد النعيمي يقدم لنا هواية على المركز الأول، بينما المركز الثاني تأتي فيه هملولة من جانب ماخذ جانب من الجانب الثاني، هملولة يمع بن حميد بن عمهي المنصوري، بينما المركز الثالث بشوف هنا المركز الثالث اللي وصلت على ثالث المراكز الظبي سلطان بن غثي الغفيلي على المركز، غيرت على المركز الثاني والمركز الثالث الشاهينية سالمين بن سالم بن سالمين الشامسي على المركز الرابع والمركز الخامس، وصلت نظير مسلم بن طالب بن عقيل المري. يا سلام، هذه الأسماء وهذه الشعارات الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط، المنطلقة في تحديات هذا الشوط وهذه الانطلاقة الجميلة. نعود هناك مع هواية مع الظبي هواية بنفس الشعار، ولكن هنا هواية الغانم بن حميد النعيمي وهنا الظبي السلطان بن غفي بن حميد الغفيلي. يا سلام على هذا الأداء، على هذا الانطلاق والاندفاع. هناك التحرك من الشاهينية في المركز الثالث، سالمين بن سالم الشامسي على ثالث المراكز، والمركز الرابع نظيرة لمسلم بن طالب بن عقيل. هذه النتيجة يا سلام، ما شاء الله، شوف الرقص وشوف التحدي وشوف الرقص في الأمتار الأخيرة، الله يا أبو سالم، غيرت الشاهينية إلى المركز الأول، ولكن عادت هواية مرة ثانية، غانم بن حميد النعيمي على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول، خلاص أعلنت الفوز وأعلنت التحدي. تهانينا غانم بن حميد النعيمي على فوز الشاهينية وعلى فوز هواية بالمركز الأول، تهانينا والناموس. الشاهينية كذلك قدمت أداء جميل، سالمين بن سالم الشامسي المركز الثالث، الظبي لسلطان بن غفي الغفيلي والمركز الرابع. بنشوف وصول المركز الرابع عند بن عقيل مسلم بن طالب بن عقيل، وخامس المراكز وصلت فيها ملول اليمع بن حميد بن عمهي. توقيت الزمني لهذا الشوط
أربع دقائق وخمسين ثانية. تهانينا والناموس ناتي إلى ختام سباق صباح هذا اليوم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.